راك شايف انت يا انت وباباك في رمضان باباك يطيب وشايف واخوك غير انت وباباك واخوك وعمي عايشين شغل عمي عايش معنا من تحت نطيبوا وحدنا ناكلوا وحدنا نغسلوا ماعنا وحدنا نغسلوا حوايجنا وحدنا شايف راك شايف انت يا زعما زعما ما كاش خلاص الرحمه ازو بوان تاع انا نرفد داري ونروح نطيب القماص خونا فاهم شنو نقول لك فاهم ماشي ما الامر ماهوش مادي يا ايمن فاهم ما راهوش امر مادي زعما احنا احتجنا كذا لا لا الامر هو امر معنوي نروح نعمر لهم الدار على واش كان علاش ما تجيش شايف شنو نقول لك ما حتى ما عندك حتى سبه شايف اللي ما تجيش على جالها ولا العائله تلعب شو شريكي انا بديت نفقد الحس العائلي شايف بديت شو انا بديت نفقد بديت نفهم باللي انا جاب لي ربي العائله حطها ابار وننسى باللي عندي عائله ومانيش حاب نلحق لهذا الدقري شايف شنو نقول لك مانيش حاب نلحق باسكو انا باك عندي برو عندي عفسه شكين عندي حاجه في راسي نغلق راسي يجي شكون يجي ما يحبسنيش فاهم